السلام عليكم، معكم اشتياق جوهان. احنا طالبات فود مايكروبيولوجي في جامعة الملك عبد العزيز، تخصص مايكروبيولوجي. اليوم حنتكلم على الهيلوباكتر بلالر، اللي هي جرثومة المعدة. ان شاء الله انا وزميلاتي حنغطي لكم هذه النقاط في العرض حقنا، الانترودكشن، السبيرد ريدكشن، الباثوفيسيولوجي، الاكس فاكتور، السيمتومز والمضاعفة والدايجنايز والوقاية، واخر شيء عندنا الكلوجن والريفرنس. طيب، في البداية عندنا الهيلوباكتر بلوري ذا سبايرال تشيب بكتيريا، معناها هو شكلها حلزوني، سلها ملتي بلس، وتعيش ان ذا استمر داخل المعدة. and it is the common cause of many stomach disease، أنها هي من أكثر البكتيريا الشائعة اللي تسبب لي أمراض في المعدة، من ضمنها مرض اسمه القرحة الهضمية. Once infected, I person usually stay infected for life، معناه أنه بمجرد ما أنه شخص انصاب بجرثومة المعدة راح يظل طول فترة حياته وينصاب فيها، إلا إذا هو عالجها ب specific antibiotics. تمام. الاسبيرد الهيلوباكتر are most likely passed by direct from person to person، بالذات فترة الطفولة بسبب كثرة الحركة والتواصل بين الأطفال بدون ما ينتبهوا للنظافة يعني، أو ما يعرفوا أساسا. وزي ما قلنا فوق إن الشخص لو ينصف فيها رح ينصف فيها طول فترة حياته إذا ما تم علاجها بشكل صحيح والأنتيبيوتيك الصحيح. السلام عليكم، أنا الطالبة عذاري. اليوم حتكلم عن تكاثر بكتيريا الهيلوباكتر بايولاري. تتضاعف في الطبقة المخاطية لبطانة المعدة والاثنى عشر، تفرز البكتيريا إنزيم نسميه اليوريز، يحول اليوريا إلى أمونيا. هذه الأمونيا تحمي البكتيريا من حمض المعدة، يؤدي إلى تآكل أنسجة المعدة، وبالتالي يؤدي إلى التهاب المعدة وقرحة المعدة. حنتكلم دحين عن الفسيولوجية المرضية. هناك أربع مكونات مهمة تؤدي لتشكيل الأمراض السريرية مثل التهاب المعدة والقرحة في عدوى الهيلوباكتر بايولاري. يلعب إنزيم اليوريز لبكتيريا الهيلوباكتر بايولاري دورا مهما في مواجهة البيئة الحامضية للمعدة. تساعد حركة الأصوات التي تمتلكها الهيلوباكتر بايولاري على التحرك باتجاه الخلايا الظهرية للمعدة ومهاجمتها. السلام عليكم، أنا طالبة أسماء، راح أتكلم عن الريسك فاكتور. الريسك فاكتور إن نعيش مع شخص مصاب بالهيلوباكتر بايولاري، أو إن نستخدم مياه غير متأكدين من نظافتها، أو نعيش في دول نامية مزدحمة. برضو راح أتكلم عن الأعراض. معظم الأطفال المصابين بعدوى الهيلوباكتر بايولاري ما تظهر عليهم الأعراض، فقط 20% تظهر عليهم الأعراض والساين. طب إيش هي الهيلوباكتر بايولاري؟ هي اللي تنشأ من التهاب المعدة أو القرحة الهضمية، والأعراض حقتها تشمل ألم خفيف أو حارق في المعدة، ويستمر هذا الألم بضع ساعات بعد الأكل وفي الليل، وبرضه من الأعراض اللي هو فقدان الوزن. My name is Nasreen and I'm gonna talk about the complications of Helicobacter pylori. First, عندنا inflammation of the stomach lining, stomach ulcers أو قرحة المعدة, internal bleeding and stomach cancer. نجي للdiagnosis أو التشخيص. في التشخيص في أكثر من تيست، منهم اليوريا بريث تيست. في هذا التيست ينطلب من البيشنت ينفخ بالون بعد ما ياخذ اليوريا كابسول. سكند عندنا لابوراتوري تيست اللي هو ستول تيست عادي. آخر شيء عندنا سكوب تيست and taking tissue samples. Blood tests are not very effective في تحديد الهيليكوباكتر بايلوري infections. And doctors don't base their medical decision on the results of these tests. السلام عليكم، أنا شاهد سلطان. اليوم بتكلمكم عن البرفنيشن. أول شيء لازم نتأكد أنكم غسلين يدينا بعد ما نستخدم الباثروم، وبعد ما نسوي الطعام، قبل ما ناكله. ولازم نتأكد أن المياه حقتنا تكون معقمة، خاصة المياه تجي من الآبار. ولازم نتأكد أن نكون مغسلين الخضروات والفواكه جيدا، ونتجنب نشارك أدوات الأكل والشرب مع الآخرين. وفي الكونكلوجن، الهيلوباكتر بايولاري انفكشن ار يوزوالي تريتمنت وذ ات ليست تو ديفرنت انتيبايوتيك ات وانس، وهذا يساعد على منع البكتيريا من تطوير مقاومة لمضاد حيوي معين.